أكد وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط أهمية النظر في كيفية استحداث مبادرات عملية جديدة تسهم في تعميق التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي. تصريحات أبو الغيط جاءت خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الدورة 13 للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي تهدف للإعداد للقمة العربية الإفريقية الثانية.